من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. وطن الإيمان والإسلام يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلفظ المؤمنون عودة طيبة مباركة آيات الذكر الحكيمة وعيدا قارئ جمهورية مصر العربية العالم الإسلام العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ المفيد رسالة مركز الصفا بمحافظة الغربية. أسأل الله عز وجل التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lay
يا فيها متاع لكم
علي بدوي تمام استاذ علي بدوي استاذ الله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله
الذين لم يظهروا
وتوبوا
سمع الملوك يقطع عليك يا استاذ. وانكحوا الايام منكم والصالحين. عليك يا مولانا عليك صلاه النبي عليك الله يا غالي. Thank you.
عليك انا على حضره النبي اللهم صل على النبي محمد الفرعون عليك الله الله محمد العادل والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة ومن يكرهن فأولئك
Oh,
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. التي تلاها علينا خارج قريه مصر العربيه
فضيلة الدكتور الشيخ محمد يحيى الشرقاوي أثار وتقييد أسهل مركز الصفقة بمحافظة الغربية الشركة العالمية الكبرى لتقارات الصوت الحديثة والسندات الكبرى دار بهجة حسن العالمية الإجري مقدمة فرشة الكبرى والهندسة الغربية الحديثة دار بهجة أحمد مختار المطريق فاتر أحد الإيمان والإسلام شكر الله سعيد جميعا.